بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هناخد النهاردة بعض الأوامر التعامل مع جد. هنبدأ بس الأول إيه، نفتح الملف ونضيف أي كود أي شيء، يعني نبدأ بس إيه، نحاول نضيف كوميتس كتير بحيث نعرف نتعامل مع الأكواد اللي إحنا هناخدها. ضيف أي شيء يعني أنت عندك، أنا مرضتش أعملها خارج المحاضرة عشان خاطر فانت برضو ايه، تبقى انتوا شايفين اللي حصل. ضفت اي حاجة واجي هنا اقول اول امر معايا جيت ستيتس، زي ما احنا قلنا ان في تلات ملفات متعدلين، انا هعملهم واحد واحد بحيث ايه اعمل كوميتس كتير. هنقول اول حاجة جيت اد ديفولبر دوت تي اكس تي، تمام. جيت كوميت وهنقول تمام. بص هنا بيقول لي ان انت ضفت ملف واحد، عملت سطرين، ضفت سطرين، مسحت سطر. طيب هنقول جيت ستيتس تاني، خطأ ستيتس، تمام. هنا قال لي هو ان انت عندك ملفين برضو مش شايف، هقول له جيت اد عندي امر تاني. انا دلوقتي بعمل زي ما اتفقنا احنا حاليا في مرحله الوركينج دايركتوري، الملف اللي هو رواق، تمام. الاول بنقله للستيجنج اريا، ثم بنقله للريبو. طب انا عايز انقله من الوركينج دايركتوري للريبو على طول، هل في طريقه؟ طريقه ايه؟ نقول جيت كوميت، بدل ما اقول داش ام هقول اي ام، وهقول رواق كوميت. خلاص، يبقى انا فعلا عن طريق السطر ده انا نقلت الاضافه بتاعتي من الوركينج دايركتوري للريبو اوتوماتيك، بدل ما احطها فين في الستيجنج اريا، عن طريق الات. هنيجي بقى اول امر معانا الجيت لوج. بص الجيت لوج ده جاب لي الكوميت ده اللي احنا قلنا عليه الاس اتش اي والهاش، ده اللي هو الفريد، كل كوميت بياخد هاش فريد من نوعه، مستحيل ان هو يكرر، تمام. ادي الاسم اللي عمل، الشخص الاوثر، والايميل بتاعه، التاريخ. طيب هل انا محتاج كل الكلام ده؟ احنا قلنا ان احنا مش محتاجين كل ده، احنا محتاج بس اول 5 أو 6 حروف او 6 ارقام منه اقدر ان انا اسجعه. طب هل انا محتاج الاسم والايميل؟ برضو مش محتاجه الا اذا كان شغال على المشروع ده اكتر من شخص، فعايز اعرف مين اللي ضاف ايه. تاريخ برضو مش محتاج قوي. الرسالة محتاجها جدا طبعا، لان هي بتعرفني انا المفروض تعرف الرسالة دي وانا اشرحها قدام، بتشرح بالظبط انت عملت ايه. طيب في امر مختصر عن الجيت لوج، في امر مختصر. اول حاجه هنا في اسلوب في الايه، في الداخل جيت لوج، ندخل تاني داخل لوج جيت لوج عشان نمشي الحروف. لو اشتغلت بالكيبورد اصلا المفروض ان هي ما تكونش شغاله، بس عشان خاطر الكوميت صغيرين شويه صغيرين فبتنزل على طول تحت، لكن المفروض ان احنا عندنا هنا الجي مثلا، اتحرك حرف الجي بيتحرك من سطر لفوق، والدي بيتحرك نص صفحة، والحرف الاف بيحرك صفحة كاملة، ده كله لتحت. اما طبعا اللي لفوق بيبقى حرف الكي وحرف الاي والبي والكيو للخروج، لان احنا هنا اصلا مش جوه الايه الاس ام دي اصلا.
احنا قلنا لو قلنا جيت لوج ودوست مثلا حرف الكيو من الكيبورد خرجني على اوتوماتيك. حاولوا تجربوه عندكم وهتفهموا الفكرة. لو قلنا مثلا حرف الكي مفيش اصلا حرف الكي مش عايز يشتغل لان اصلا انا اخري فوق اصلا مش هيطلع تاني. فالسبب ان من العامل المشكلة دي ان احنا عندنا الكومنتس ايه قليلة. طيب اختصار للكود ده هنعمل جيت لوج برضو هنجرب هنا حاجة هنكتب اونلاين. اول ما تلاقي الان ريكونايزد ارجمنت تعرف ان انت في خطا املائي هنا. الكلمه دي خطا، الكلمه دي انت كاتبها غلط، هي اسمها وان لاين مش اونلاين. تمام جيت لوج داش داش وان لاين جابت لي، متخيلين جابت لي اول حوالي 7 حروف او 7 حروف من الهاش والرساله، الحروف والرساله، الحروف والرساله. اختصرت كل المعلومات دي يعني حوالي اهو 4 سطور خدناهم في سطر واحد. ده الكود ده بيسهل علينا. طيب عشان نشوف برضو قوة جيت، عندي امر اسمه جيت شو. الامر ده بيظهر لي بس اول اخر كوميت انا عملته، امر جيت شو. طيب اخر كوميت انا عملته بيقول لي انت عملت الكوميت رقمه اهو، الاسم ده اللي عمله والتاريخ والكلام ده. طيب هنيجي هنا بقى واهم حاجه الايه ده، ده الملف القديم، والبي ده الملف الجديد. لو انا عملت رينيم للملف هيجي لك هنا البي اسم الملف الجديد. طيب ده الاندكس، الملف ده كان في الاستيج اريا واخد الرقم ده ودلوقتي هو خد الرقم ده. طيب هنا نفس الكلام، هو هو الايه الدف، هو هو الدف، ان ده اللي قديم وده الجديد. طيب الاي ايه بقى ده، ده السطر القديم من رقم واحد، واحنا وده الملف الجديد برضو، يعني ده سطر رقم واحد قديم، سطر رقم واحد جديد، ضفنا سطرين. هنا عندك الإضافة دي معمولة بالأخضر يبقى أنت كده ضفت، لو معمولة بالأحمر وعلامة سالب يبقى أنت كده مسحت. لو جينا نتأكد نفتح رواق هنلاقي فعلا حذفنا الكلام ده كله زي ما هو بالظبط. دي قوة جيت، اللي بيجيب لك كل تعديلات اللي انت عملتها على الملف ايه هي بالظبط. تمام وهناخد ان شاء الله برضو الدروس الجاية اكثر عن قوة جيت. خلينا نكتفي النهاردة بالايه بالجزء ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.